توقفنا في الحلقة السابقة عند عصيان آدم وحواء لله تبارك وتعالى وهبوطهم للدنيا ومعهم إبليس، واليوم سنكمل معا ما حدث بين أبناء آدم عليه السلام هابيل وقابيل، ونعلم كيف تناسل آدم وحواء، وكيف حدثت أول جريمة قتل على وجه الأرض، وكيف مات آدم عليه السلام ومن بعده حواء، فتابعوا معنا. ولكن مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو دعما لنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد، ولا تنسوا الصلاة على النبي في التعليقات. قصتنا اليوم هم أخوين ذكروا في جميع الكتب المقدسة، وجريمة اهتز لها عرش الرحمن وشهق الجبل من هولها، جريمة كانت حجر الأساس لفظائع الحاضر والماضي والمستقبل. وقبل أن نسافر لنعرف جريمة قابيل في حق أخيه هابيل، لابد أن نعرف أولا كيف تناسل آدم وحواء. لقد سن الله لحواء أن تحمل في كل بطن بتوأم ذكر وأنثى، ولكن كيف ستتناسل البشرية وهم إخوان؟ فشرع الله أنه عندما تلد حواء ذكرا وأنثى من البطن التالية، بأن يتزوج ذكر البطن الأولى من أنثى البطن الثانية، وأنثى البطن الأولى من ذكر البطن الثانية، واستمر هذا الحال لسنين طويلة، حتى وضعت حواء توأمين هم هابيل وأخته وقابيل وأخته، وكان كل من قابيل وهابيل عاملين، فقد كان هابيل من رعاة الأغنام، وكان قابيل من زراع الأرض، فكان على قابيل أن يتزوج من أخت هابيل، وهابيل يتزوج من أخت قابيل، ولكن رفض قابيل أن يتم الزواج، وذلك لأن توأم قابيل كانت أكثر جمالاً من توأم هابيل، فطمع قابيل أن يتزوج من أخته من نفس البطن وحسد هابيل، ولم يرضى بتلك القسمة، فذهب إلى آدم عليه السلام الذي رفض طلب قابيل، وذلك إرضاء لله تعالى وتنفيذا لشرعه، إلى أن هدى الله تعالى آدم إلى مخرج، وهو أن يقدم كل من قابيل وهابيل قربانا لله، والذي يتقبل قربانه سينال طلبه ويتزوج من الفتاة الأجمل. وكان في ذلك الوقت تقديم القربان بأن يوضع على جبل، وإذا قبل القربان تهبط نارا من السماء لتحرقه، فقام هابيل بتقديم كبش من أحب أنعامه وأجملها، أما هابيل فقد قدم أردأ أنواع الثمار ليقربها ويقدمها لله تعالى، ووضع كل منهما قربانه على الجبل، فهبطت نارا من السماء على كبش هابيل وأحرقته، ولم يتقبل الله قربان قابيل الذي بخل بما عنده على الله، بينما قابيل آثر الله تعالى على نفسه ولم يبخل بما آتاه الله من فضله. وعندما نزل من سفح الجبل اشتعل الحسد والغل في قلب قابيل، وغضب من أخيه وقال له: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. تمر الأيام ويترقب قابيل الفرصة ليقتل أخيه هابيل، وفي أحد الأيام استبطأ آدم عليه السلام ابنه هابيل لتأخره على غير العادة، فخرج قابيل ليبحث عن أخيه هابيل وليغتنم فرصة لقتله، فبحث عن أخيه حتى وجده نائما، ويقال أن قابيل قد قتل أخيه بصخرة ضرب بها رأسه فقتله، وقال البعض الآخر بأنه قد خنقه، وغيرهم قال أنه قد عضه وافترسه كما يرى السباع تفعل، ولم يثبت قولا مؤكدا عن كيفية القتل، ولكن النتيجة واحدة، فقد قتل الأخ أخاه. فعن عبد الله بن عمرو قال: وأيام الله إن كان المقتول لأشد الرجلين،
ولكن منعه التحرج أن يبسط يديه ليقتل أخيه، فلقد كان هابيل موفور الجسم وأشد قوة من أخيه قابيل، ولكن منعه خوفه من الله أن يقتل أخاه، وقد قال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وفي كلام هابيل تذكيرا لأخيه ليخاف من رب العالمين، ولكن قابيل لم يستجب لقول أخيه، فقد غلب عليه الغل والحسد، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. ولقد ارتكب قابيل جريمة بشعة، فهي أول جريمة قتل على وجه الأرض، فلقد سن جريمة لم تفعل من قبله، وكل من يرتكب القتل من بعده فيقع ذنبه عليه. وبعدها جلس عاجزا أمام أخيه المقتول، فلم يكن يعرف كيف يواري جثة أخيه، فحمل قابيل جثة أخيه هابيل وأخذ يمشي بها في الأرض لا يدري أين يذهب، حتى شعر بالتعب وجلس ليستريح. وبينما هو جالس أرسل الله سبحانه وتعالى أمامه غرابين يقتتلان، فقتل أحدهما الآخر، فقام الغراب القاتل بحفر حفرة كبيرة ثم وضع فيها الغراب المقتول ودفنه ووضع عليه التراب، فعلم قابيل كيف يدفن أخاه هابيل، وكان في هذه اللحظة نادما وجلس يحفر حفرة في الأرض ودفن أخاه فيها. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وبعد أن دفن قابيل أخاه هابيل عاد لأبيه آدم، فسأله آدم عليه، فأنكر قابيل أنه يعرف مكانه، وعلم آدم أنه قد قتل أخاه هابيل، فحزن هو وحواء على ابنهما البار حزنا شديدا، ونفي قابيل من الجبال وسكن في السهول. وبعد أن قتل هابيل رزق الله نبيه آدم ولدا صالحا آخر وأسموه شيث، ومعنى هذا الاسم هبة الله، تعويضا لهما وجبرا لقلبيهما. وذكر أن حواء أنجبت لآدم عليه السلام 40 ولدا من صلبه من ذكر وأنثى في 20 بطنا، وكان الذكر منهم يتزوج من أي أنثى شاء إلا توأمته التي تولد معه فإنها لا تحل له، وذلك لأنه لم يكن يومئذ نساء إلا إخوتهم وأمهم حواء. ثم انتشر الناس من بعد ذلك وكثروا. وقد ذكر أن آدم عليه السلام لم يمت حتى رأى من ذريته من أولاده وأولاد أولاده 400,000 نسمة، وبعد مدة من الزمن علم آدم عليه السلام بقرب وفاته، فعهد إلى ابنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار، وعلمه عبادات تلك الساعات، وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك، ونقل إليه ما كان لديه من علم ليتولى أمر قومه من بعده. فعن أبي بن كعب قال: إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني، إني أشتهي من ثمار الجنة. قال: فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي، فقالوا لهم: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون؟ قالوا: أبونا مريضا واشتهى من ثمار الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد قضى أبوكم. فلما رأت حواء الملائكة عرفتهم، فلاذت بآدم، فقال: إليك عني، فخلي بيني وبين ملائكة ربي عز وجل. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه، ثم أدخلوه قبره ووضعوه وحفوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم. وقد توفي آدم عليه السلام وكان ذلك في يوم الجمعة، وله من العمر 1000 سنة إلا 50 عاما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. مات آدم عليه السلام وانتهت نبوته، وجاء من بعده شيث، فمن هو شيث عليه السلام؟ وماذا فعل بعد أبيه؟
وكيف حدثت في عهده أول حادثة زنا في التاريخ؟ انتظرونا في الحلقة القادمة لتعرفوا الإجابات على تلك الأسئلة. دمتم في أمان الله.